صباح الخير عليكم، نتمنى تكونوا مزيانين. اليوم نخدمو بوندو مزوق، يعني اكسسوار الشعر. فبالنسبة للماتيريال، انا خديت نبدأ بكريستال هذا كحل للتزيين. خديت هذا العقيق هذا صغير حتى هو نزين به. عندي هذا البوندو هادو، انا هذا هو للقدس، وكتقدروا تلقاو سمك كثار فحتى هذا مزيان. عندي هاد، صراحه ما عرفتش الاسم ديالو، ما تلقاوه في محلات بيع لوازم الخياطه، نوريه لكم. ومن الاحسن اذا عندكم بونش فهو احسن، استعملوه احسن. انا ما لقيتش البونش فغنستعمل هذا، كيتباع رخيص. عندي قماش من الاحسن يكون ديال قطيفه. نحتاجو لصاق سيليكون والخيط ونبداو. دونك اول حاجه غتعملوها هي تاخدو من هذا، صراحه غير سمحوا لي لان الاسم ما عرفتش، فتاخدو القياس ديال بوندو على هذا الشكل هذا، وغادي تقطعو. دونك انا ديجا قطعت، خديت 4 ديال الطروفة، تقدروا تعملوا 3 4، المهم كيف ما بغيتوا باش يجيكم مليط. ونبداو نلصقوا، غادي نبداو نلصقوا وحده بوحده. نحطو سيليكون، هاد الزيادة من بعد نزولهم اللي في الحواشي. ناخدو الثاني نفس الطريقة، دونك باش ما نطولش عليكم انا نلصق الاربعة ونتلقاكم لان نفس الطريقة. صافي باقي لي جوج، فغادي نلصقهم بحال قلت لكم بنفس الطريقة ديال هادي ونعاودو نتلقاو. دونك انا لصقت 4. غير واحد الحاجة، ملي تكونو كتقطعو هادو دايما قطعوهم زايدين على البوندو في الطول. دونك فوالا، هنا هادو اللي عندي في زيادة كاملة غادي نقطعو. فوالا، دونك انا قطعت اللي عندي زايد، نخليه على جنب دابا وندوز من الطرف ديال الثوب. فغادي نقطع طرف قد القياس ديال البوندو ديالي، غادي نجي وهذا عندي طويل ماشي قد البوندو، مي غير كنوريكم. دونك ناخذ القياس من البوندو ديالي ونقطع من هنا وغادي نخيط. دونك هنا الخياطه نخيط من هنا، نخيط الدوره كامله، نوصل من الاخر حتى هو
هنا غادي نخيط وغنخلي غير واحد المسافه صغيره باش نقلب. علاش؟ انا هنايا كنخيط بالثوب مقلوب، ها وجهه، وهنا شحال الغبره ها وجهه هو هذا، وانا قلبت وغادي نخيط ومن بعد عاد نعاود نقلبه. نتمنى يكون مفهوم. دونك تاخذوا القياس ديال البوندو بحال اللي قلت لكم. اللي بغى ما يخيطش غير يلصق نيشان فهذاك اختيار ديالو، سينو بحال اللي قلت لكم الخياطه ماشي صعيبه باليد. دونك كتاخذ غير القياس ديال البوندو وكتخيط. دونك انا نوريه لكم مخيط، انا نايف بحال اللي كتشوفوا، فخيطته من هنا ومن هنا. خلي صار هاد المسافه هادي صغيره بلا خياطه، ودابا غادي نقلبو ونوريكم كيفاش. ف هاتشوف كيبان لكم مزيان. المهم من هنا ساهل ماشي مشكل، من هنا كنجيب اي حاجه تقدر تعاوني. على هذا الشكل هذا هو تقلب التوب. صراحة اللي خديت ما عجبنيش بزاف لانه كيبقى يطلق فراتت. دونك فوالا، دابا ندوزو باش نركبوه في بوندو. دونك فوالا، انا زدت هاد السنتة هنا وهنا غير باش ما يعذبنيش في الطول يبقى يتشنزف. دونك نجي الفتحة اللي هي ما كتبانليش هي، و كنبدا ندخل. فوالا هنا دخلتو. دونك اللي باقي لي دابا هو هاد الفتحة هادي، فهي غنخيطها باش نشد ونبداو في التزيين. البنات ملي تكونو كتخيطو هاد الفتحة هادي باش ما تجيكمش الخياطة باينة وتجيكم من داخل، كتجيو هنا الجهة الأولى كتدخلو بهذا الشكل كيبرا الخيط، والجهة أخرى تحوس بهذا الشكل وكتجبدو كيفما شفتو. الخياطة مرة ما بيناش لأنها جات من داخل، وكتكملو كل شيء بنفس الطريقة. هاي سمحوا لي، معرفش الكحل واقيلا مكيبانش مزيان في الكاميرا، مي بون هادي هي الطريقة.
حيت في الاول كنا خدمنا فحال كنت قلت لكم خيطنا الثوب المقلوب، حق دابا هاد الصغيره هادي الفتحه اللي خلينا غادي نخيطوها بهاد الطريقه باش ما كيبقاش يبان الخيط. دونك هنايا ملي ساليت كنظفو مزيان و عاد كنبدا نخدم به. بحال اللي قلت لكم اللي لقى البونج يخدم به احسن بزاف من هذا. صافي من بعد ما نقينا غندوزو نزين. دونك هنايا غادي نبدا ندخل الخيط نبدأ بهذا الصغار نعمر فيهم. هنا عمرت القياس اللي يكمل لي الدورة على هذا الشكل. هذا غادي ندخل هنا شوف هرستر فوالا. صافي كندخل من هاد من التحت، انا نخرج هنا هاد الفوق هنا نعاود نخرج في نفس السطر. غادي نعاود نعمر بهادو نيت الصف الثاني. هنايا نفس الشيء عمرت السطر الثاني السطر الثالث غادي نعمل فيه كريستال. زيد واحد شن هنا ونخرج من جهة أخرى. ها
كتستار انا ملعاود جوج من هادو جوج صفوفه. كنتمنى يكون واضح لان ما عرفتش كيبان لي واقيله في الكاميرا ما باينش مزيان. دونك هنا كنعملو جوج صفوفه من هادو ومولها انا من الصف ديال الكريستال، ونزيد دابا بجوج صفوفه ديال هادو انا نعمر. دونك الصف الرابع حتى هو ها هو عمرتو. واحد الحاجه نسيت ما قلت لكم شي بالنسبه للخيط، فتقدروا تستعملوا الخيط نفس اللون او تقدروا تستعملوا السبيب، السبيب ترونسبارون رقيق. انا ما يصلح ليش التصوير لان كيبقى كامل كيتخبل. ف هذا هذا الصف الرابع. هنا كنزير يدي، كنعاود نغمر عاود من هادو. انا ساليت استمر الصف الخامس، هنايا نزول وحده كنعاود دابا ندخل الكريستال. نفس الشيء نفس الطريقة. دونك كنبقى ماشيه بنفس الترتيب، جوج من هادو واحد صف ديال الكريستال، جوج واحد صف ديال الكريستال. فنبقى ماشيه بنفس الطريقه حتى غنسالي هاد السطر كامل ونطلقو باش نوريكم النتيجه. انا هنا كيف ما كتشوفوا فساليت بوندو ديالي كامل، فمن هنا هانتوما شفتوا كيجي سطر واحد. انا بديت عملتو هنايا غير رقيق، ما عملتوش غليط بزاف. بغيتو نتوما تبداو من هنا، كيبقى داكشي اختياري. فوالا هادي هي النتيجه ديالو. اللون تا هو اختياري، اللون اللي بغيتو. فوالا كنتمنى يكون عجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو مقبل مع موديل جديد.